فين سويتي؟ عمي ابو بدر. نعم طال عمرك. ابي اقول لك على شغله. انا الحين اعتمد عليك اعتماد كلي في الشركه وفي المجموعه وفي الاوتيل، يعني انت المسؤول عن كل شيء على ما ترجع فوز بالسلامه. حاضر ولا يهمك، ان شاء الله اكون قد الامانه هذه، لان هذه امانه ولازم احافظ عليها. الله يخليك، اكيد هذا العشم فيك. مشعل تخلينا شويه بروحنا لو سمحتي. ان شاء الله. شكرا. خير؟ في شيء سامع شيء مو زين عني؟ لا بالعكس عمي، ما اسمع منك الا كل خير وكل اللي يسر. عمي بس دريت ان عمتي ساره زعلانه عليك وشايله في خاطرها. ترى عمتي ساره ما تستاهل، حرام، فقيره المره مسكينه. زوجتك عاشت وياك عمر. ادري ادري انها طيبه واصبرت علي وايد، بس انا ايش اسوي يعني؟ رحت البيت متاسف منها، صكت الباب على روحها وما هي راضه تسمع مني ولا كلمه. ما علي، راضها اقول لها كلمتين حلوين يطيبون خاطرها. بالنهاية أنت مالك إلا ترى بيتك وعيالك، يعني ما عليه، حاول أنك تراضيها، شوف شنو اللي يرضيها. عمي أنا ترى مو قصدي أني أنا أتدخل في حياتك أنت وحياة عمتي، بالعكس حشا، بس إحنا في الأخير أهل. أنا وايد يهمني لما أشوفكم مرتاحين سعيدين الحمد لله بصحة وبعافية وبخير. بلا شك، بصراحة أحرجتيني، وأنا أقول لك كثر الله من أمثالك وما قصرتي. وعدك وعد من اليوم ورايح إن شاء الله بإذن الله ما تسمحين إلا لسرك. أتمنى إن شاء الله. توعدني؟ أو وعد أفا عليك، بس أفا عليك، أنا أعطيت كلمة ما أتراجع عنها لو شو صار، لو على قصر قبتي إن شاء الله. هذه سارة مبدر، هذه الغالية. تفضلي أنا بمشي. تمشي بتمشي ولا؟ بمشي أمي. يلا تفضلي تفضلي تفضلي. هيا تفضل. شكرا. نايمة؟ ليش كذا معظم؟ طلع عكسك. اعطيني اعطيني لحظة خلص عليك. بسم الله. لا خلا اذنبت ولا ما حد. عبد الله حبيبي شلونك اليوم؟ تمام الحمد لله. لا تتعب نفسك. وحبيبي شاهين فديتهم اللي نايمين بحضن ابوهم. يا عمري حبيبي. تحبي شاهين؟ عبد الله انا اسفه بس ما فهمتك شو قلت. السلام عليكم. السلام حبيبي، شلونك الحين؟ قلت شيء عقب ما رايقتك؟ العافية. فايز ممكن أعرف جواز عبد الله كنت خاش عندك ليش؟ بس كذي. شنو اللي بس كذي؟ ماخذ جوازه ومخليه عندك بس كذي؟ اكيد عندك هدف. رحاب انا ما ابي عبد الله يسافر. وانا اصغر واحد بهالبيت وما حد راح يسمع كلامي. بايز حبيبي انت بعد اخونا واحنا كلنا نحبك. رحاب انت تدري انا ايش كثر احب عبد الله وما احب اشوفه بهالحال. انت ما تدري ان ايش كثر ان انا ادعي ان الله ياخذ منه هالمرض. ان شاء الله ان شاء الله عبد الله بيصير زين وبيرجع لنا مثل ما كان.
انت لا تزعل نفسك. الله يخليكم لي ان شاء الله. خلاص عاد فايز، خليك قوي عشان خاطر عبد الله وعشان خاطري انا. اطلع برا، اطلع برا بيتي تعذرك، اقول لك اطلع برا. يا مرة صار لي ساعة فهمك وأقول لك إيش الموضوع. أنا ترى ما سويت شيء غلط، الشرع أدري إن الشرع محلل لك، لكن أنا لا أتشبدي منك عوق، ما بيك، ما أقدر أتحملك. أنا أبي أفهم أنا شو مقصرة فيه، شو مقصرة فيه تسوي فيني كذي؟ أنت ما قصرتي معاي بشيء، بس تبين الصراحة يا سارة حياتنا كلها مشاكل بمشاكل، نجرة حنا وطحنا طول اليوم ما يصير. بعدين أنت ما تحشميني. وش دعوة عاد أنت اللي قاعد تحشمني أنت؟ أقول أنت قاعد تطول. تطلع برا. برا مسجل؟ اي اطلع برا. سارة مبدر انا بطلع، انا بكسر الشر واطلع برا، اطلع برا. ولا صرتي سنة مسنعة حالك حال حريم خلق الله ذيك الساعة انت فاهم. لا هذا الباب. الله يفرجنيك. الله يهنيك ولا يعافيك. شارك مرمرني طول عمري. ما كنت حاسس. شو ما عارف بعد. أحسن حبيبي. هذا الجواز يا عبد الله، تقدر تسافر متى ما تبي. حبيبي متى تبينا نسافر؟ يقول ما يبي. خلاص أنوار أنت سافري معاه وخلو شاهين عندي. ما قاعد أسافر. شلون أسافر؟ خلص خلص. حبيبي حبيبي خلص. أنت ما تبي تسافر ما راح تسافر أوكي. بس لا تعصب، لا تحر نفسك. اللي أنت تبيه راح يصير. شنو تبي راح يصير؟ ما يبي يروح على هوا. أنا وايد تحملت منك ليش إني أحبك وما أبي أخسرك، بس ما سألت نفسك ليش؟ ليش إني أنا تميت معاك للحين؟ لأنك أنت زوجي وبعيالي وما تهون علي العشرة، بس أنت بعتني بالأول مع الخدامات والحين تزوجت علي هذه. أنا ما أبيك الحين، أنا أبيك تطلقني. طلقني. لا ما طلقها، هذه مو عيالي. أدري الحين هي زعلانة مني، بس مع الأيام أكيد بترضى. وين راح توديني اليوم وراح تعشيني؟ أحلى مكان بإسطنبول. وين؟ مكان اللي تختاريه. لا أصلاً صاير كله توديني أماكن مو حلوة وما تعجبني ومليت أصلاً من هالأكل. أبي شيء شي في آي بي. أنوار 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 شيك. هدي أنوار هدي أنوار. لا تغمضي طالعيني انوار طالعيني خلي صاحي بس خلي صاحي سكيبي لا تفعل يا عبد المدام. انوار خلي صاحي انوار يا عبد المدام. انوار عبد الله ايش فيك عبد الله؟ ايش فيك حبيبي؟ ايش فيك؟ ايش فيك حلمان؟ بسم الله عليك ماكو شيء عريبك عبد الله. بس حبيبي عريبك مشاعر بصراحة ما قيتها منك. شلون تطلبين مني شيء مثل هذا؟ أنا ما أخون الأمانة،
حبيبي انا ما طلبت منك شيء، انا قلت لك بنضيف بس بعض الارقام على الفواتير، ما قلت لك تبوق. لا نضيف ارقام على الفواتير، انت دائما تسوينها كذي بالشركه. شكو حبيبي، احنا الحين متزوجين ولازم اخاف على مصلحتنا. تخافين على مصلحتنا؟ تبين نزيد على الفواتير ارقام وحسابات؟ انت لاعب الفواتير هذه؟ لا يبا، لا لا ما هقتها منك بصراحه صدق. اخ يكون بعلمك انا عمري ما عضيت الايد اللي مدت لي، ولا عمري خنت الامانه مثل ما قلت لك. حبيبي ترى انا مو قصدي شيء على فكره، ترى انا قاعد اختبرك والحمد لله طلعت تخاف الله. خاف الله؟ يوه خلاص عاد انا مليت، مو عيشه هذه، مو حاله هذه اللي انا عايشتها. متزوجه ولا شنو؟ شنو متزوجه ولا شنو؟ مو عاجبك العيشه؟ هنا يا ريال البيت كلمتي هي تمشي، انت مالك ولا كلمه. انت هنا خدامه، تغسلين، تنظفين، تطبخين، هذا حدك فاهمه ولا لا؟ وخر عني وخر. لما اكلمك ما تدين تمشي فاهمه؟ لما اكلمك تسمعين، تسمعيني، تسمعين كل كلمه اقولها. كلامي يوصلك ويتعدلك وتطق فرها البيت ورجعت مره ثانيه. راح اصعد الدار انام، ان شاء الله تعتبين الدار عشان احش ريولك حش. نسيت اقول لك بنتك مالك شوفه لها. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا فؤاد، حسبي الله ونعم الوكيل. هذه اخرتها، هذه اخرتها، هذه اخرتها الطقني. يعني شوي متضايقة قلت بقعد هني بروحي. الظاهر الكل في هالبيت متضايق. الله يستر بس من الله. ليش انت شفيك؟ شو اللي مضايقك؟ عبد الله حلم حلم يخرع. كابوس. كان خايف فخفت عليه. أنوار انت ما قصرتي مع عبد الله. كنت فيه واهتميتي فيه و... الله يجزاك خير. بس احنا شو نقول؟ مو بيدنا شيء، هذا امر الله. انت شو تقولي لي يا رحم؟ اي شيء اسويه في حق عبد الله شويه. عبد الله مو اي واحد، زوجي وبولدي وأغلى ما عندي. عدت نجم روح المطبخ. اي زين حب وتركي هالسوالف، متى ان شاء الله بشوفك؟ لا والله، لا صدق صدق بشوفك. شلون؟ زين ابو عبيد انا شو اكلمك؟ اوكي يلا باي باي باي. بعدين معك فؤاد، لما تبي تسمع الحاله هذه؟ اي حاله؟ شيء جديد يعني عليك؟ طول عمرك كذي؟ الجديد ان انا مليت، طقت شبدي، طول وقتك كذي يا برا البيت، واذا كنت بالبيت 24 ساعه بالتليفوني، ما يصير. انا ترى زوجتك عايشه معاك، لي حق عليك؟ صدقين انتي تضحكين؟ وليش ان شاء الله اضحك؟ انتي مو متحمله تصرفاتي، انا مو متحملك بكبرك، كلك على بعضك اوع، مو طايقك، مو طايق اطلب وجهك حتى. يكون بعلمك
راح اصعد فوق اكمل مكالمتي مع ابو عبد الله. اتمنى شوفي اتمنى انك ما تلحقيني لان غار لابو عبد الله يسمع صوتك. سلم على ابو عبد الله. مسعود 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 رد علي. نعم. يعني افهم الحينك ما تبي تشوفني؟ عندك شيء يخص الشغل؟ مسعود بقول لك شيء، انا لما احبك وابيك ما كنت تكلمت معك عقب اللي سويته معي بخصوص فواتير الفندق، بس انا فكرت وايد بكلامك وهذه امانه لازم نحرص عليها. مشاعل سمعيني زين، انت زوجتي في البيت اما اني حنا موظفين وشوفت عينك. عبد الله مسكين مريض وانوار لاهية معاه وبدر وفوز مسافرين وطلال افتكينا منه الحمد لله بالسجن، فرجاء مره ثانيه اذا شفتيني امشي بروحي عندك شيء يخص الشغل كلميني فيه، غير كذي ما اسمح لك. مفهوم؟
تبي انا اوكلك عطني. لا لا خلاص انا شبعت. شو شبعت؟ انت ما اكلت شيء علشان تشبع. خلاص ما ابي خلاص. شنو ما تبي يا عبد الله؟ مو اي حركه تصير خلاص قاعد تنتكس وتاثر عليك. لا تحني. السلام عليكم. هلا هلا باي. السلام عليكم. قوة عبد الله شلونك؟ ان شاء الله احسن. تمام الحمد لله. الحمد لله. رحب لي سلمك قولي حق اخوك خلي ياكل ترى مو ماكل شيء من الصبح. عبد الله. عبد الله حبيبي. ايش حق ما تاكل؟ يخالف عشان خاطري. ولا مالي خاطر عندك؟ خلاص انا خلاص قلت ما ابي. خلاص عبد الله انا الان راح اكل معاك. شليت باي توني اشوف شاهين ايش زين ايش حالاته ما شاء الله عليه كبر صدق عاد نسخه منك. لا شاهين ما يشبه ابوه. يشبهني انا مو؟ لا شاهين يشبه ابوه ما شاء الله عليه عبد الله. ايش حلوه جميل وسيم. لا حبيبتي شاهين يشبهني انا. انت وبس نطروا اذا ما كبر شاهين وكل الجو على ياسمين انا ما اعرف شيء. أعراض الكلى إن شاء الله نتأكد بعد التحاليل. تكون تتجرأ وتزوجها من غير حلمي؟ شو أسوي كذي؟ وبعدين المرض مرض اللي فيك أنت مو مريض. المرض أمر الله وبكيف يحد. وانت أخوي العود وأنا أحترمك وأعزك. أنت اللي جبرتني أسوي كذي. أنا أدري ما راح توافق. تحترمني وتعزني تقوم تكسر فيني؟ تصير تعطيني قفات كذي لازم تسمعيني. خلاص يبقى أنا ندمان ودي نرجع مثل قبل وأحسن. نرجع أقول مسعود نفات الفوت ما ينفع الصوت. لا ينفع بيدنا حنا نقدر نصلح كل شيء. بصراحة يعني أنا ودي يعني أنسى الماضي واترك الصفحات القديمة وابدي بصفحة جديدة ناصعة بيضة. ايش رايك نرجع مثل قبل؟ والله انت ما منك بياض ولا راح يصير عمره حياتك ما تصير فيها بياض. وانا قلبي خلاص قفل ما يبي لا عد كبده وبالاخص انت مالك مكان بقلبي. لا لا انا اسوي له مفتاح جديد ابطل قلبك وادشه مره ثانيه عفو علي. مسعود لو سمحت انا قلت لك لا تحاول. لا يعني لا انا خلاص تركت كل السلطات. انت الحين سلطتي
وانتي بسكوتي وانتي فاكهتي وانتي كل حياتي. انا اقول لك خلينا نبدا صفحه جديده ناصعه نظيفه. زين اذا انا مالي خطر عندك على الاقل علشان خاطر عيالك، عيالك استمهم. مسعود لو سمحت انا قلت لك خلاص يعني خلاص. ايش دعوه عاد عاد انت طيبه وحنونه وقلبك طيب ونظيف، ما عمرك رديتيني عاد الحين على جايك نصلح الامور تسديني الباب بويه. ايش دعوه يا عفا سارونه مسعود يعني اكيد انت تبي تيوز؟ اي بيوز من كل شيء وبترك كل السوالف، بقعد اجاب لك 24 ساعه، ما عندي شغل غيرك انت وعيالي وبيتي. اكيد اكيد توبه توبه وما عيدها من نوبه توبه. يعني انت يهمك رضاي؟ اي والله برضاك كل الرضا. وتبي موافقتي؟ كان زين والله ودي ودي اسمع موافقتك. انا راح اعطي نفسي فرصه اني انا افكر. ايه بس شنو تفكيري هذا؟ ايه قولي قولي طلع اللي بقلبك تكفين. ايه لا شروط. وأنا موافق على كل شروطك، يعني موافقة؟ أنا غيرت عقود الشركة وحتى عقود الموظفين. أهم شيء مشاعل أنهيت خدماتها؟ أكيد طبعاً. عندها عجز ميزانية وحسب أقوالها أنها مشتريات الفندق، وهذا الكلام ما له أي أساس. غريبة أنا عمري ما راحت عليها مشكلة. زين يا أبو ناصر الحين إذا حنا اشتكينا عليها شنو الإجراءات القانونية اللي بتنطبق عليها؟ حسب اعترافها أكيد بتنحبس. إيه بس يبقى هذه زوجتك. لا زوجتي ولا شيء، كانت زوجتي الحين طليقتي، انا طلقتها واللي بيننا انتهى. ما هذا كذي يعني على كلامكم دام فصلتوها من الفندق خلاص انا اقول خلوها بحال سبيلها، ما لنا خط مشاكل على الراس. Thank you.
شنو تفسيرك حق هالشيء دكتور؟ أعراض الرعشة وارتخاء العضلات والسقوط فجأة واللعثمة في الكلام، كل دي أعراض بتشبه أعراض أمراض عصبية خطيرة. سويت فحوصات طلع معايا مرض خطير بالأعصاب، وهالمرض مع الأيام ممكن يصير معاي شلل كامل، شلل بالجسم بالحركة، شلل بالكلام. المرض هذا ترى ما يعيش وايد، كان سنة سنتين ثلاث بالكثير خمس سنين بعدها راح يموت. حرام عليك هاللي قاعد تسوينه بروحك كذي. يما انا تعبت، قاعد ابين قدام ان انا قويه وقادره اصمم، بس انا ما اقدر. يما ما قاعد يقدر ياكل ولا يقدر يشرب. يما احنا ايش بيدنا نسوي غير ندعي له؟ يما انا خايفه عليك، خايفه يصير فيك شيء. واللي سلفك خلي بس خلاص يا إلا، بس عاد رحمي روحك. يبقى شو أقدر أرحم روحي؟ أقول لك عبد الله ما يأكل ولا يشرب، تدري شو يعني كده راح يكون في مضاعفات ثانية، كنت أخاف عليه.